جحا واللص. شعر جحا بأن لصا دخل في بيته ليلا، فقام إلى خزانة غرفة النوم واختبأ فيها، وبحث اللص عن شيء ليسرقه فلم يجد، فرأى الخزانة ففتحها وإذا بجحا فيها، فخاف اللص ولكنه تشجع وقال: ماذا تفعل هنا يا شيخ؟ فقال جحا: متأسف يا سيدي، فإني أعرف أنك لن تجد ما تسرقه، ولهذا استحييت واختبأت خجلا منك.